الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تعليق مختصر حول زيارة الدكتور إبراهيم الرحيلي للسودان في هذه الأيام، جاء إلى بلادنا السودان وجب دعوة من شباب الصافية. شباب الصافية للتعريف للناس هم أتباع مختار البدري وأتباع علي حسن بن عبد الحميد الحلبي، وهم من أشد الناس تعصبا للحلبي ولمختار البدري. استضافوا إبراهيم الرحيلي، جابوا من السعودية، الآن موجود عندنا في السودان. والرد على هذا الكلام إنه يا جماعة إبراهيم الرحيلي بدعه العلماء الأكابر، ده ما بدعناه نحن ولا اتكلمنا فيه نحن ابتداء، إنما بدعوا العلماء الأكابر كالشيخ الإمام العلامة الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ووفقه وسدد خطاه، بدعوا وجرحوا جرح مفسر، لأنه يثني على كثير من أهل البدع ويطعن في أئمة أهل السنة، وكذلك يتعاون مع أهل البدع من أتباع الحلبي وغيره. وأكبر دليل على صدق تبديع علمائنا لإبراهيم الرحيلي إنه الآن هو جاء شغال مع المبتدع ديل أتباع الحلبي وأتباع مختار البدري. والحلبي معروف طبعا في ثنائه على رسالة عمان الكفرية الطاغوتية، وفي ثنائه على وفي توقيعه على الرسالة المفتوحة لأبو بكر البغدادي، وقع فيها الحلبي مع الصادق المهدي ومع خليفة الفاتح غريب الله اللي هو محمد الفاتح غريب الله شيخ الطريقة السمانية، والكبيسي الشيعي الرافضي، كلهم ديل زملاء الحلبي والناس اللي وقع معهم في هذه الرسالة الباطلة التي جوزوا فيها البناء على القبور وتشييد القباب والأضرحة، ورجحوا قالوا الجواز، وده من أبطل الباطل، وده فيه تأصيل لوسائل الشرك والوسائل المفضية إلى عبادة غير الله وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. والحلبي معروف طبعا ضلالاته، العلماء جرحوه الحمد لله رب العالمين بحق وبعلم وبإنصاف وبعدل. لكن إبراهيم الرحيلي الآن جاء من هناك لجماعة الحلبي وجماعة مختار البدري اللي هم الناس حسن حامد. ومختار البدري ده طبعا معروف بسفه، إنه يسب العلماء، يسب الشيخ الفوزان ويقول عنده تكفير، يقول أنا ذاته برد عليه، وده كذب. الشيخ الفوزان رجل علام ورجل إمام في السلفية وفي منهج أهل السنة والجماعة، نسأل الله يبارك في عمره وعلمه ويبارك في جوده ويتقبل منه. ويسب الشيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ ربيع، ويقول حتى الشيخ ربيع ما يحسن قراءة القرآن، ويجعل ديل كلهم سفهاء. قال لأنه ديل طعنوا في الحلبي العلماء ديل، قال وديل ما علماء، قال لأنهم طعنوا في الحلبي، وأي زول طعن في الحلبي سفيه، قال إلى غيرها من الترهات والضلالات اللي عند مختار البدري. حتى الإمام النجمي رحمه الله ألف فيه كتاب كامل في مختار البدري اسمه ضحض شبهات المفتري اللي هو البدري، وموجود كتاب مصنف. لكن ديل ما دارين الحق أصلا، لا إبراهيم الرحيلي ولا الناس الصافية أتباع الحلبي، أجل الآن شغل لهم محاضرات ويتعاون معهم. وفي جيته الفاتت إبراهيم الرحيلي جاء برضو لنفس الناس المبتدعة ديل، بل قال لهم بالحرف الواحد والكلام مسجل موجود الآن، قال لهم يجوز التعاون مع أهل البدع مطلقا. قال لأنه ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال إلا إذا دعاك المبتدع لشيء حرام زي الزنا أو شرب الخمر، هنا ما بتتعاون معه. قال لكن تتعاون معه في الدين مطلقا، وده باطل، ما يجوز التعاون مع مبتدع في الدين لا مطلقا ولا مقيدا، في الدين ما يجوز، أما في أمور الدنيا ده أمر آخر. والإجماعات كثيرة جدا نقلوها السلف، كما نقل الصابوني في كتابه عقيدة أصحاب الحديث، وكذلك نقل الإمام القرطبي في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، نقل عن الإمام أحمد وعبد الله بن المبارك والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز عدم جواز التعاون مع أهل البدع، واستدلوا بقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وبقول الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديث عائشة قالت تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت عائشة رضي الله عنها لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أهل البدع وقال فاحذروهم. يجي الرحيلي إبراهيم الرحيلي ولا غيره من أهل الضلال والبدع يجوز التعاون مع أهل البدع. فالرجل ده رجل مميع، وبعض الشباب مش حضروا كان منهجهم طيب، حضروا الزيارة الأخيرة الآن دي له وجو منهجهم خربان، يبقى يزكوا أهل البدع ويزكوا محمد مصطفى عبد القادر ما يضللوه، مع أن محمد مصطفى عبد القادر سب الصحابة. ده كل من تميع إبراهيم الرحيلي أخزاه الله وعليه من الله ما يستحق، ونحن نحذر منه كما حذر منه علماؤنا وأكابرنا، والله تعالى أعلم وأحكم. ولا يجوز السماع له ولا يجوز الجلوس إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.